اقول لهم ان الهوت شورتات ام 99 جات لنا تاني باشكال كلها تحفه. بصي الجمال، شايفه الشياكه، كل الناس اللي اخذتها وكانت بتسال عنها جات تاني اهي باشكال كتير جدا واشكال حلوه قوي. بصوا الجمال، بصوا اتفرجوا على الجمال، شايفين الشياكه؟ بصوا ب 99 جنيه، ب 99 جنيه. وكل الناس اللي اخذتها وجربتها يقولوا لنا في الكومنتات ايه رايهم في الهوت شورتات دي. طب يا هدي، انت جالك الهوت شورتات دي بس؟ هقول لك لا طبعا، انا جالي ب 99 جنيه وكمان جالي الاشكال القمر اللي قدامك اللي انت شايفاها دي، جالي مثلا السكيرت وعليه التوب ده القمر ده، شايفين في منتهى الشياكه وحلوه قوي. جالي ايه تاني؟ وجالي بصوا ده ثلاث قطع هوت شورت كده، والتوب اهو، وادي الشورت وعليه زي روب طويل كده ومنتهى الشياكه برده. وجالي برده الهوت شورت القمر دوت، شايفين الفراوله ده تحفه منتهى الشياكه يا جماعه، كلها حاجات حلوه قوي قوي. جالي تشكيله جامده جدا، بصوا برده السكيرت ديت وعليها التوب القمر، حاجه في منتهى الشياكه. جالي حبه حاجات حلوين قوي قوي قوي، ودول يا جماعه ب 99 جنيه اشكال كتير ما بتخلص في منتهى الشياكه وحلوين قوي. وقولي لي رايك بقى وتشيرها على قد ما تقدري عشان تستفادوا بالعرض ده.